ويؤدي إلى تصعيد الأمور. لذلك قد كوننا مجلس قيادي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، وأنا سأتصل بالإخوة التابعين لنا بعنوان التنسيقية أن يضبط هذا الموضوع بزمان محدد، وكذلك أن تضبط مسألة المتاريس لأنها صارت تعوق حركة المواطنين بصورة واضحة. على كل حال ده يعني أن هناك التصعيد، وهذا تصعيد مضاد، ونحن نعتقد أن هذا السلم من التصعيدات سيضر بالبلاد ضررا بالغا. انتخابات يجب أن يكون عندها استحقاقات، نحن حددنا 7 استحقاقات: توافر الحريات، هذا ضروري، تصفية التمكين، هذا ضروري، قانون انتخابات قومي يتفق عليه، هذا ضروري، مفوضية انتخابات قومية، أجهزة الإعلام في البلاد تكون قومية وغير منحازة للطرف من الأطراف، ضبط التصرفات المالية بحيث أن يكون هذا من ضمن ضوابط الانتخابات الحرة. هذه الإجراءات إذا تمت في رأيي هي استحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة، في فرصة لإيجاد مخرج سلمي لهذه المواجهات. الرئيس الإثيوبي أبي أحمد والمجلس السلم والأمن الأفريقي عندهم مندوب مقيم هنا الآن هو الأخ محمد الحسن، وهؤلاء دمجوا مجهودهم مع بعض لكي يقدموا حلا سلميا توافقيا، خصوصا وأن الموقف الحالي